هنتكلم في الفيديو عن افضل وقت تاخد فيه الفيتامينات، وايه الفيتامينات اللي ما ينفعش تتاخد مع بعضها، ايه الفيتامين اللي ما ينفعش اخده قبل ما انام، اخد الفيتامين قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا ابعده شويه عن الاكل، بحيث ان انت فعلا تستفيد اقصى استفاده من الفيتامين اللي انت بتاخده وفي نفس الوقت تحس بفرق معاه. مشكله الحديد ان هو امتصاصه بيتعرض مع حاجات كتير جدا. اول حاجه تمنع امتصاص الحديد هي ان انت تكون بتاخد ادويه حموضه، لان الحديد امتصاصه معتمد على حمض المعده، فلو انت بتاخد حاجه بتمنع حمض المعده الحديد مش هيحصل له امتصاص كويس نهائيا لدرجه ان انت مش هتستفاد منه. لازم لو انت بتاخد حاجه بتاعه حموضه تبعده عنه مش اقل ابدا من 12 ساعه عشان فعلا يعني يحصل استفاده. وكمان وانت بتاخد اقراص الحديد عشان تضمن ان هو يحصل له امتصاص كويس، حاول ان انت تاكل معاه اي حاجه فيها فيتامين سي، يعني تاكل معاه مثلا الفلفل الاخضر، تاكل معاه جوافه، تاكل معاه فراوله، لو معدتك بتستحمل الحمضيات زي الليمون او البرتقال تشرب معاه عصير. في حاجات بقى جوه اكلنا ذات نفسها بتاثر على امتصاص الحديد، زي ايه؟ الكافيين اللي موجود عندنا في القهوه والشاي، ماده اسمها التنين موجودة عندنا بتركيزات عالية في الشاي، مادة اسمها حمض الفيتك او الفيتات اللي بتبقى موجودة عندنا في القشور زي مثلا الشوفان زي القمح الكامل. فعشان تريح دماغك وعشان تضمن الحديد اللي بيحصل له امتصاص، هات نوع حديد يكون محمل على احماض امينية. بتلاقي كده الحديد مكتوب عليه حديد محمل على احماض امينية، او مكتوب على المكونات بتاعة الحديد هتلاقي فوق كده مكتوب احماض امينية. في عندنا في مصر كذا نوع، في الفيروجلوبين وفي الفيروترون وفي نوع اسمه الفرافيرو، اي نوع من دول. ولو انت بره مصر اسأل على نوع حديد محمل على احماض امينية. كده احنا خلصنا من نقطة الحديد، ندخل على النقطة اللي هي بتاعة الكالسيوم. الكالسيوم ابعده عن الحديد زي ما احنا قلنا بفاصل مش اقل من 4 ساعات، والكالسيوم بيتاخد بعد الاكل. الكالسيوم ابعده عن برضو مضادات الحموضة، وابعده عن المضادات الحيوية، وابعده عن أدوية الضغط وأدوية القلب. خلاص دول الحاجات اللي احنا نبعده عنهم مش أقل مثلا من 4 ساعات. بالنسبة لفيتامين دال، ركزوا بقى معايا في فيتامين دال. فيتامين دال ما ينفعش يتاخد غير بعد وجبة عالية الدهون، يعني مثلا أخده وأنا مثلا فاطر بيض، لحمة مثلا فيها دهون، لحمة مفرومة، أوراك الفراخ، الحاجات اللي هي بتبقى فيها دسامة، أخده مثلا بعد أسماك دهنية، الأسماك اللي بيبقى فيها نسبة زيوت، يتاخد ومعاه مثلا معلقة زيت زيتون، أي حاجة فيها زيت سواء زيت حيواني او زيت نباتي، المهم ان هو يكون فيه دهون. ده بيفرق جدا جدا في الامتصاص بتاعه لانه بيدوب في الدهون. النقطه الثانيه بقى اللي انا عايز اقول لكم عليها، ان ممنوع تماما انك تاخد فيتامين د قبل النوم. طب ليه بقى ممنوع؟ ممنوع علشان حاجتين. اول حاجه، غالبا اغلبنا مش بيتعشى حاجه فيها دهون عاليه، فانت كده فوتت جزئيه ان هو يتاخد معاه فيها دهون. النقطه الثانيه ان فيتامين د بيتنافس مع الميلاتونين اللي هو هرمون النوم، فلما انت بتاخد فيتامين د قبل النوم ده بيأثر عندك على الميلاتونين، فده بيأثر عندك على النوم على المدى الطويل. كانوا عملوا دراسة وقالوا ان الناس اللي بتاخد فيتامين د قبل النوم ده مع الوقت بيعمل لها مشاكل في النوم، ممكن توصل لحد الارق او ان هو مبيبقاش بينام عدد ساعات كافية. ففيتامين د دايما ليتاخد بعد الفطار، ليتاخد بعد الغداء، ويكون معاه حاجة فيها دهون عالية. طيب بالنسبة بعد كده للزنك، الزنك مشكلته ان هو يزيد على المعدة شوية، يعني هو المفروض الصح بتاعه ان انت تاخده قبل الاكل بساعة على معدة فاضية، او بعد الاكل بساعتين، فالاحسن انك تاخده بعد الاكل بساعتين. ولو انت معدتك حساسة او بتتعب من اقل حاجة، او عندك قرحة، او عندك ارتجاع مريء، او دايما بيجيلك حموضة مثلا اكتر من 3 مرات في الاسبوع، يفضل ان الزنك تاخده من اللحوم، البروتين الحيواني. كل ما هو لحوم بيبقى فيه تركيزات عالية من الزنك. وطبعا الزنك من الحاجات اللي ما ينفعش تعلى قوي في الدم، يعني لما تيجي تاخده يكون مثلا نسبة الزنك فيها من 8 ل 11 مللي جرام، في 1 ملي من النحاس، مهمين جدا مع بعض. لو انت خدت زنك لوحده من غير نحاس يجيلك اسهال مع الوقت او ديارية. كمان الزنك والنحاس ابعدهم عن الحديد مش اقل من 4 ساعات عشان بيأثروا على امتصاص بعض. ده لو انت اللي بتاخد، يعني خلي بالكوا ساعات انت تاخد مالتي فيتامين او فيتامينات متعددة، يبقى تلاقي الحديد والنحاس والزنك مع بعض في علبة واحدة، مفيش مشكلة، لان هو بيبقى معمول بطريقة ان كل جزء منه بيحصل له تفكك وامتصاص في وقت مثلا معين، فبيبعدهم مع بعض، فانت بتقدر تستفيد. لكن لو انت بنفسك اللي واخد حديد منفصل، يعني جايب عبوة حديد وجايب عبوة زنك ونحاس منفصلين، لا ابعدهم عن بعض مش اقل من 4 ساعات. نيجي بقى للحاجات اللي بتفوق، الاوميجا 3، فيتامين ب مركب، الحاجات دي ما تاخدهاش قبل النوم، لان انت هتاخدها قبل النوم هتفوقك، هتاثر على النوم عندك، هتخليك مش عارف تنام. هي معروف ان هي بتزود التركيز وبتخلي الواحد كده صاحي، فدي احسن لك انك تاخدها بعد الفطار عشان تبدا يومك كده وانت فايق ومصحصح. اخر حاجه معانا هي المغنيسيوم. المغنيسيوم من الحاجات اللي تتاخد قبل النوم، لان هو ليه تاثير كده بيهدي الجسم، بيرخي العضلات شويه، ليه تاثير حلو
حلو برضو ساعات ملين، مش في كل الحالات، بس لو المغنيسيوم ناقص عندك يعمل عندك امساك، يعني بينفع في الحالات الخفيفة او القبل المتوسطة كده. وطبعا المغنيسيوم زي ما قلنا قبل كده احسن صيغتين ليه ان هو المغنيسيوم سيتريت او المغنيسيوم جلايسينيت. والمغنيسيوم سيتريت موجود عندنا في اكياس فورات اللي هي الايبيماج، والمغنيسيوم بيتاخد من تركيز 300 ل 400. بس كده اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم وسمعتوا اي معلومة جديدة بالنسبة لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.